حديقة عمومية وفي كل بلاصة مخصصة للناس، الأطفال، الشيوخ، الشباب اللي كيراجعو الدروس ديالهم عن طريق الإنترنت ولا كيجيو يمارسوا الرياضة ديالهم المفضلة هنايا، أو فقط ياخد وقت من قسط من الراحة باش ينشق الهواء الطلق. على العلم في هاد اللحظة هادي كتفرض شي شوية ديال الشتا، شيء اللي يجعل الناس ما كاينينش موجودينش. وزائد نحن الآن في قريبا الأذان ديال الفطور، وخا هنا اسبانيا غالبا ما تيفطروش لأنها دولة مسيحية، فقط للناس المهاجرين والجانب المسلمين من بينهم المغاربة. وهذه مطاعم حتى هي في الهواء الطلق، اللي بغى يجيب ماكلتو هنا ياكل ويشرب ويتمتع بالجو. وهذا الشيء اللي كنشوفوه كنوجدوه في اي احياء، يعني في كل حي الا كتوجد هاد البنيه التحتيه موفره على حدائق وملاعب وقاعات. يعني حتى لاجي نقرب شي شويه كاين واحد مكتبه صغيره للدراري، الا بغاو يجبدوا كتيبات منها باش يقراو ويربطوهم لبلاصتهم. هاي خزانه صغيره حتى هي دايرينها هنايا باش اللي بغى يطالع ويراجع يعني عنده الحق في اي مجال، الثقافي ولا الرياضه ولا في اي مجال. ثم المياه، شرب الماء صالح للشرب، يعني دون ما مشيت تقلب عليه في شي بلاصه ولا تشري الحانوت. والسلات مهملات، الشيء يعني منظم كما قلت، بان هذه الامور هذه موفرة عليها في كل حومة، في كل حي عنده المحلات ديالو الخاصة والفضاءات اللي كيدوز فيها الوقت.